هو رمضان ديما رمضان، دابا هذا رمضان اختي شبغيت نقول لك، راه اللي بغى يصلي راه غيصلي وغيدير كل شيء، فهمتي؟ هنا انا كيبان لي هنا المنافقين غيبداو يتفرزوا، فهمتي ولا لا؟ اللي كيبغي يمشي للجامعه يتصور، صلي في دارك راه يقبلها لك الله عز وجل، وجمع والديك صلي بهم، راه تراوح هذا ماشي تراوح. رمضان حاليا كنحسوا كنحاولوا حنا نخلقوا رمضان في الدار، فهمتي؟ نصليوا التراوح في الدار، فهمتي؟ نقراوا القران في الدار، وهذا الشيء اللي كاين. حاش كنتاقلموا معاه كي غنديروا، فهمتي ولا لا؟ وكنطلبوا من الله السلامه والصحه في هذا رمضان، ان شاء الله يعفو علينا ويحيد لنا هذا المرض باذن الله. ونتمنى من الناس يوعاو شويه بان هذا المرض راه كيعادي، ويتباعدوا مع بعضياتهم وحيدوا السلام ويبقاو في ديورهم. وهذا هو الميساج اللي باغي نوصل للناس اللي عايشين في هذه الازمه هذه. والله العظيم بقات بلاصه رمضان بلاصه التراويح، يعني ماشي الاجواء ديالو كيف كانوا عاديه، تنخرجوا نتقداو وندخلوا وقت ما بغينا، نخرجوا مورا الفطور، يعني تشوقنا ديك صلاه الجماعه نجي والمحل نعاود ثاني وتيكون واحد الروتين اخر. والله يصاوب الله يحيد عنا هذا الوباء، وتنتمناو ان شاء الله اقرب الوقت بعدا في هاد 15 يوم ما نكرهش نمشي للجامعه، قلنا حيد الحجر الصحي ونمشيو نصليو. والله العظيم حيت الصيام بلا صلاه الجماعه ما وين بعدا ما جاتنيش، ناقصه بزاف حتى بالنسبه للاجواء. تيبان لك بنادم غادي جاي كلشي غادي للجامع، يعني راه فيه توبه وفيه بزاف د الحوايج هوايا، وتنتمناو من عند الله يحيد هادشي اقرب وقت ونمشيو ننتشروا للجامعه. والله الا بغينا نصليو والله، واخا في ديورنا تيقول لك صليو صلاه الجماعه ما جاتناش بحال الجامع. صراحه الجامع فيه تخشوع، فيه بزاف الحوايج. الله يبعد عنا هذا الوباء، الله ينصر سيدنا. هذا المرض اللي خلانا نبقاو في ديورنا ماشي بحال الايام، هو رمضان كل داخلين في ديورهم ما كنخرجوش، شي حاجه ناقصه شويه. ما كتفطر وكتبقى في الدار، ماشي بحال الايام الاولى كتفطر وتخرج القهوه، تخرج الدور، تخرج تخدم. لما كان مخدامين ما وراهم رايحين دابا، ونقص فيه كل شيء، نقص فيه شويه من ناحيه الخدمه، ما خدامينش، حابسين من الخدمه. احنا عندنا محل ساد وما سادين ومصبانه عندي انا ساده ما خداماش، نتسنى والله شو ما دار لنا الله اللي غادي يبعد من هذا الوباء ونرجعوا كما كان. هذا المرض اللي تسلط علينا، ولكن ولي فرق بين رمضان العام الاول وهذا العام، ولا ناقصه مالفا كتفطر شويه كتمشي تصلي التراوح، كتبقى فيهم تبقى فيهم تال 10 وشنو، كتنسي الوقت شويه، كتجي تعاود الدار ثاني. دابا ما كتخرجش، ما كيخلوكش تخرج، 7000 تفطر بقى في دارك ما تخرجش، صافي تفطر كتبقى في دارك ما تخرجش، لا خرجتي يشدو، صافي هادشي اللي كاين. هاد رمضان ناقص شويه. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.